السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا نظام العد الثماني Octal Numeral System. بإذن الله درسنا حيكون كتير كتير سهل. في درسنا الماضي حكينا عن العد الثنائي وعرفنا كيف نحوله من كذا شكل، وعرفنا العد العشري كمان. بإذن الله اليوم حنحكي عن العد الثماني اللي ولا مرة حكينا عنه بالفيديوهات اللي قبل. قبل ما نبدأ الفيديو، الكل يشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات، وطبعا في بلاي ليست خاص فيه وكل شيء عن البرمجة. أول شيء اللي بدنا نعرفه من العد الثماني هو أساسه هو من اسمه ثماني. إذا أساس العد الثماني هو 8. هي أول معلومة لازم نعرفها. ثاني شيء بدنا نعرف الأرقام الأولية لدى العد الثماني اللي هي 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 بدون 8، لأنه 8 هي الأساسية. هلأ لو بدنا نركب عدد وبدنا نخليه عدد من 8، بنستخدم هي الأرقام 6 7 0 أو أي أرقام ضمن هي المجموعة بتكوننا أساس العد الثماني. درسنا اليوم حنعرف كيف نحول عدد ثماني أوكتل إلى عدد عشري ديسيمال. هون حنقرأ شو مكتوب عشان نشوف نحن شو فهمنا. يتم تحويل عدد الثماني إلى عشري عن طريق ضرب كل رقم خانة بمعامل تفقير خانة، ومن ثم جمع نتائج الأداءات. هذا الحكي ما بيهمنا، أنا هلأ حلخص لك كل شيء عشان تفهمه بأمثلة. عنا هون مثال. طيب عنا مثال، بدنا نحل المثال. أول شيء عنا هذا العدد، أوكي؟ هذا العدد عدد ثماني، بدي أحوله لعدد عشري. كيف بدي أحوله؟ إيش الخطوات اللي أنا المفروض إني أعملها؟ أول خطوة لازم تعملوها، خذوا الأرقام ابدأوا من جهة اليمين ورقموها بين 0 إلى 1 إلى النهاية. إذا 0 هون، 1 2 3، 0 1 2 3. وعرفنا الشغلة مهمة إنه الأساس اللي عنا إياه هو كم؟ هو 8. كيف رح نبدأ نحل؟ هنبدأ من اليمين، نأخذ 4، نكتبه معي 4 ضرب. شو هو الأساس تبعنا؟ الأساس 8. هاد الأساس. طيب 8 بدنا نحط له أس. من وين بدي أجيب الأس تبع 8؟ 4، نروح عند 4. إيش كتبنا فوق؟ 0. إذا 8 أس 0. تمام. زائد نروح الرقم يلي بعده 0 ضرب 8 يلي هي الأساس تبعنا أس. إيش أس؟ 1. وين جبت 1؟ من هون. طيب زائد روح الرقم اللي بعده 7 ضرب 8 الأساس. 8 هي الأساس. أس إيش؟ أس 2. وين جبت 2؟ من هون. 2. طيب زائد، طيب خلصنا من 7، نروح على اللي بعده 5 ضرب 8 اللي هو الأساس أس 3 يساوي. طيب خلصنا أول فقرة. هلأ بدنا نعرف شغلة كتير مهمة. 8 أس 0، أي عدد أس 0 هو 1. تمام. بعدين عنا 8 أس 1 اللي هي 8. بعدين عنا 8 أس 2 64. بعدين عنا 8 أس 3 512. هدول الأشياء لازم تحفظوها عشان تعرفوا تحلوا. إذا 8 أس 0، أي عدد أس 0 هي 1. 8 أس 1، أي عدد أس 1 هو نفس العدد. 8 أس 2 64، 8 أس 3 512. نبدأ نحل. 8 أس 0، نروح هون 1. إذن 1 ضرب 4. تمام. زائد 8 أس 1، 8
نزل نفسه ضرب الصفر. طيب زائد 8 + 2 64 ضرب 7 زائد 8 + 3 هي 512 كلهم جبناهم من هاي القسم. طيب هلأ خلينا نبدأ الحل. 4 ضرب 1 4 زائد 8 ضرب 0 0 نشاهد. 7 ضرب 64 طبعا باختبار ما رح يكون في آلة حاسبة فبنحل على جنب. طيب طلعت عنا 4 4 8 زائد 5 في 512 طلعنا 2 5 6 7 نجمعهم. جمعناهم كلهم مع بعض طلع عنا الجواب 3 0 1 2 هذا الجواب هو في النظام العشري وهو كان من نظام الثماني. نظام ثماني حولنا نظام عشري بخطوات كتير سهلة. طيب الصراحة الفيديو كتير سهل بس عليكم تحفظوا دول وتعرفوا انه تضربوا بالأساس هذا الأساس.